اسمحوا لنا في البداية نعرف من دكتور أسامة تفاصيل أكتر عن مبادرة لم الشمل. لماذا فكرت مؤسسة الأزهر الشريف أن تدعم، يعني مش عايز أقول بقى المطلقين، أن تدعم حتى المتزوجين ما قبل وقوع الطلاق من فكرة محاولات لم شمل الأسرة المصرية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وبعد. بداية أعرف بوحدة لم الشمل. هي وحدة ليست مبادرة، ربما حضرتك يعني هي المبادرة هي وعاشرهن بالمعروف، مبادرة وعاشرهن بالمعروف، تمام. أما لم الشمل هي وحدة، أنشأنا له وحدة في تاريخ 16/4/2018. هذه الوحدة المهمة الأساسية ليها الحد من ظاهرة الطلاق ولم شمل الأسرة المصرية التي قد وصلت إلى حالة الطلاق بالفعل، أو تمثل أمام المحاكم المصرية في قضايا النفقة أو المتعة أو غيرها، أو مشكلة في يعني طريقها للطلاق. فدور الوحدة أن تواجه هذه المشكلات وتحد منها. طبعا بدأنا في هذا التاريخ اللي كلمت حضرتك عنه تحت شعار قول الله سبحانه وتعالى: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. الفكرة كانت في بدايتها بسيطة جدا، ولكن لاحظنا التوفيق الكبير جدا من الله سبحانه وتعالى، لأننا وبحمد الله أخلصنا النية فيها لله سبحانه وتعالى. أنا والزملاء قلنا إنه إذا نيتنا صادقة في الإصلاح كما قال الله سبحانه وتعالى: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، فسيصلح الله تبارك وتعالى بنا إن كانت النية صادقة والمحاولات حثيثة لهذا الإصلاح. وبالفعل قد تكون هذه الحالة من حالات الطلاق وصلت إلى طريق، ربما لو حضرتك استمعت للمشكلة أو حد من السادة الأفاضل استمع للمشكلة من المتخصصين، هذه المشكلة تستحيل على الحل، ولكن نذهب إلى المشكلة في مكانها. يعني إذا لم نستقبلها في مركز الأزهر العالمي للفتوى نسافر إليها أو يسافر إليها الزملاء في المحافظات المختلفة لحل هذه المشكلة. طيب، ويكون التوفيق من الله. أنا حسأل حضرتك طبعا لاحقا عن آلية العمل في هذه الوحدة، كم عدد أفرادها وبتشتغلوا إزاي، وهل حضراتكم اللي بتروحوا للناس ولا الناس اللي بتجيلكوا، زي مثلا ما بنروح أحيانا دار الإفتاء ونقعد مع المتخصصين نسألهم بخصوص فتوى معينة. اسمح لي في الحديث عن الطلاق واللي بيشوفه دلوقتي، يعني مولانا بيذكرنا بالآية القرآنية الكريمة إن يريد إصلاحا. النهارده يا استاذه سالي